انا مكمم ما شاء الله. ايه ف ترى الجريش الرز الحساوي اللي بهالطريقه هذه اللي يجي ماسك هذا عد لعبتي. انت استانستي تحسبيني ما راح اكل صح؟ اي لا راح اكل بالعافيه. نعم. بالعافيه. نعم خذ راحتك. خلاص كفاية جاهز الآن نحط الخضار. الخضار يعني يا شيف الله يعطيك العافية. كثير مبسوطة أني شايفة من جد من الوصفات السعودية اللي هو الرز الحساوي اللي مو متعارف عليها في أغلب مناطق المملكة. تسلم الله. يدك وخاطري أذوق. يلا بسم الله. ذوقي. يعني هو اليوم سوى الرز الحساوي مثلا فيه كمان وصفة عندنا بالحساء اللي هو المفلق كمان ما هي معروفة في المناطق الثانية بالمملكة.